عايزه حاجه لعلاج رجليا، ان انا اشيل الجلد الميت، ان ساعات رجليا بتوجعني، بحس ببعض الالم كده، ساعات والدتي تحس ببعض الالم، ساعات عايزه حاجه كده تنفع معايا ان هي تخلي شكل رجلي زي البيبي وتخلي رجلي كده حلوه من وقت للتاني. التقشير من الحاجات المهمه جدا جدا، وهنتكلم عنه في فيديو تاني، بس ده الاكريتين اللي بيقشر البشره، لكن انا جايبه لكم المقشر بتاع الرجلين، ازاي نقشر رجلينا وكاننا عملنا باديكير في الكوافير او في البيوتي سنتر كويس. ومش معنى كده ان احنا نستغنى عن البيوتي سنتر، لا طبعا، كل وقت ان يعني كل حاجه او كل مكان نقدر ان احنا نعمل بيه، نهتم في نفسنا، ان احنا نروح بيوتي سنتر، نروح كوافير، يكون مكان مضمون، ودي حاجه كويسه جدا جدا ان احنا نعملها لنفسنا. ماسك الاكسفولينت او تقشير القدم الكوري ده يعني من شركة بيور ديرم، طبعا شركة كويسة جدا، وهي اللي بتعمل حاجات كتيرة قوي بتنفع البشرة. الماسك ده عن تجربة بجد يا بنات، عن تجربة معايا ومع ناس كتيرة جدا من اللي رشحناه الماسك ده ليهم. طبعا احنا بنرشح الحاجة ازاي؟ 012، اكتبي وراي الرقم ده 012-77-22-48-28، او الرقم ده موجود في صندوق الوصف او اول تعليق تحت الفيديو، او لو بتشوفين على مكان تاني هتشوفي اللينك بتاع الانستا في البايو، مكتوب برضو فيه الرقم، فهتقدري توصلي لنا، يعني هتقدري توصلي لنا ما تقلقيش خالص. بنرشح لك المكان او الحاجه اللي فيها المنتجات دي، عايزه تشتريها انا وسهلا، مش عايزه تشتريها، استفدت في الفيديو، شكرا ليكي وخلاص. يعني الماسك اللي بيقشر القدم ده ممتاز جدا في ايه بقى؟ احنا بنستخدمه ازاي؟ هو عباره عن شراب. كنت طبعا شيرت اللي قبل كده على اللينك النتائج بتاعته. شراب بتلبسيه لمدة ساعة ونص لساعتين، تمام، على رجلين نظيفة، وبعد كده بتشليه، بتغسليه بمية بس من غير اي حاجة تحطيها على بشرتك او بشرة رجلك. بيعمل تقشير حلو جدا، ينفع الناس الكبيرة اللي بشرة رجليهم تراكم عليها الجلد وتراكم بشكل كبير جدا، وزود قوي الجلد الميت على الرجلين، وساعات ده بيكون سبب كبير من اسباب الالم، خلوا بالكم، او من اسباب ان رجلينا بتوجعنا، خلوا بالكم من النقطة، كويس قوي. طيب انا دلوقتي بحس بوجع في رجلي بعد المشي او قبل المشي، بحس بوجع في رجلي خلاص، تمام، هقولك نعمل ايه. هقولك حاجة كويسة نعملها، ودي برضو نصيحة لأمهاتنا، خلوا بالكم من يعني طبعا شرب المية ده على طول، وفي الكعب السيليكون ده من الحاجات الطبية المحترمة جدا، بتلاقوه في الصيدليات، بتلاقوه برضو يعني لو كلمتونا هتلاقوه. الكعب السيليكون ده لا غنى عنه، لو انا لابسه جزمه جديده والكعب ده، الكعب اصلا هو مركز ارتجاز الجسم، او السنتر بتاع الجسم اصلا، تقل جسمكم كله بيبقى عليه، فالكعب ده من الحاجات اللي بتقلل الصدمات شويه. ممكن ابقى البس الكعب ده تحت الشوز او وانا قاعده في البيت او تحت الشراب، فدي حاجه كويسه جدا. هاتوا اي نوع زيت، ويفضل زيت زيتون اصلي طبعا، وتعملوا تدليك، ممكن بالفرشه السيليكون دي، تعملوا تدليك للرجلين من تحت بالفرشه السيليكون دي، هتدعولي، وخصوصا الناس اللي عندها الشوكه العظميه او النقرس والحاجات اللي بتشكي من النقرس والحاجات دي. سيب لكم الصور هنا وازاي نعملها، الحاجات دي هنا، الحاجات دي هتفرق معاكم جدا 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 جدا، يعني من الحاجات اللي فعلا بتفرق في ان هو يعني يقل الالم او يقل التصادم. احنا نعمل ماسك التقشير ده، وطبعا هو بيقشر في قد ايه؟ بيقشر في اسبوع، من بعد 10 ايام كده تبتدي تستني نتيجه التقشير، بتحسي ان كان قشره بطاطس كده بتطلع من رجليكي، وبتلاقي رجليكي زي البيبي، مش محتاجه ان انت ترطبي بعدها، استني خالص لحد ما تقشر خالص، وممكن ترطبي بعدها باي كريم مرطب، وانا سايبه لكم كريمات كتيره جدا يعني لا حصر لها، يعني حاجات كتيره موجوده يعني موجوده في الماركت، وما تحيروش نفسكم، يعني عادي، الامور سهله جدا جدا يعني. طيب احنا بالنسبه لنا الماسك ده، في برضو منه ماسك للايدين،
للبنوتات اللي ايديها بتبقى غامقه، او مثلا الستات اللي بتغسل مواعين كتير وايديهم بتقشر، برضو ماسك الايدين جوانتي برضو بتلبس ساعه ساعه ونص ساعتين مفيش مشكله على ايدين نظيفه وتغسلي، وبعد كده تلاقي ايديكي بتقشر بشكل حلو جدا، بتقلل الاسمرار وبتقلل التراكم بتاع الجلد الميت على بشرتك. فدي حاجات مهمه جدا في عنايتك ببشرتك هتفرق معاكي طبعا. كلمينا على 012-77-22-488 012-77-22-488 وديت هتعرفي ان انت توصلي لاحسن العروض واحسن الشركات اللي ممكن تعملك تجيب لك المنتج الاصلي وبسعر كويس وعليه عروض وخصومات، ويكون كمان في اوفرز من وقت للتاني، لان ساعات الصيدليات بتعمل عروض خصومات هدايا الحاجات دي كلها، فبنقدر ان احنا نرشح لك انسب الاماكن وانسب المنتجات وانسب روتين عناية. وبنتابع معاكي طبعا، لان لازم فريدي انا استخدمت ماسك القدم ده او ماسك الايدين غلط، حطيته على بشرة عليها مرطب، فده مصيبة سودة اصلا، هيتفاعلوا مع بعض. انت عارفين هو عبارة عن ايه اصلا؟ هو عبارة عن جوانتي او شراب في مواد حمضية او احماض، بس مش احماض مية نار يعني، لا احماض فواكه، فيتامين سي، الحاجات دي اللي بتعمل تجديد للبشرة، تمام؟ جلايكوليك بيبقى فيها حاجات، يعني مش عايز ادخلكم في مواد علمية كتيرة، بيبقى فيها حاجات كتيرة قوي تقدري ان هي بتقشر البشرة. فانا دلوقتي لو بشرتي عليها صابون او عليها كريم ما هتتفاعل معاها، فانت لو مش بتتعاملي مع حد دكتور وفاهم المنتجات دي هتضيعي بصراحة، هتضيعي جدا براحتك ان انت عايزاه يعني. فدي ليها تمن، الحاجات بشرتنا وشعرنا والحاجات دي غالية غالية، فلازم نستخدمها يعني الحاجات الاصلية، ونستخدمها صح كمان، مش بس كده اصلية وشكرا، نستخدمها صح ونلاقي حد نسأله نستخدم الحاجات دي ازاي، او انا والله الحقني كده عملت الحاجات دي ازاي. طيب انا عايزة يا دكتور كريم مرطب، في حاجات كتيرة جدا موجودة في الماركت، ده من الحاجات اللي انا بستعملها اللوشن المرطب ده، وهتكلم معاكم عنه في حلقة جاية. بس وانا يعني عايزة اوليكم حاجة كده، الليفة انا يعني عندي بس حاجات كتيرة مكركبة، الليفة اهي، هنخش في العناية بالجسم بقى، وبدل ما نخش في فيديو تاني الاحسن نشوف العناية بالجسم سريعا كده. الليفة المغربية او الدراي بروش، الليفة المغربية والصابون المغربي والدراي بروش. الدراي بروش دي حلوة ان هي تشيل الجلد الوز او الجلد المتراكم في الجسم، تعمليها قبل الشاور على جلد مدراي، على جلد ناشف، وديت على جلد مبلول، معلش بقى كركبة، ديت على جلد مبلول اللي هي الليفة المغربية على جلد مبلول، هنتكلم عنها في فيديو تاني. ولازم ترطبي، رطبي بقى بكريم، رطبي بجل، رطبي بأي حاجة. افتكري دايما ان اهم حاجة عند البنت بشرتها وشعرها، فلما تهتم بيهم تستخدم لهم منتجات اصلية اكيد هيفرق معاكي. وطمني احنا كده كده بنتابع معاكي النتائج، وبنتابع معاكي كل حاجة من المنتجات، وبنرشح لك انسب مكان او انسب ويب سايت تقدري ان انت فيه تستخدمي الحاجات دي بشكل امن وبشكل صح، وكل حاجة بتشتري بيها المنتج تقدري ان انت يعني تستفيدي بيها. وطبعا ساعات بقى بيبقى فيه هدايا خصومات عروض، الحاجات دي كلها اكيد هتفرق معاكي. شكرا ليكي، لو انت وصلتي لحد هنا في الفيديو اعرفي ان انا يهمني جدا ان انت تستخدمي كل حاجة بشكل صح وتهتمي ببشرتك وجمالك، ودي حاجة مهمة جدا، وتعرفي بقى الترندات الجديدة. طب انت عايزة تعرفي الترندات الجديدة، ممكن تتواصلي معانا على الرقم اللي سايبينه في اول فيديو، كمان اعملي لايك وسبسكرايب او فولو علشان يوصلك كل الترندات الجديدة، وتبقي عارفة كل حاجة تهمك، لانسز بقى، ميك اب، كريمات، شامبوهات، حاجات بقى تفرق معاكي جدا في بشرتك وجمالك عموما، او بشرتك وشعرك وجمالك عموما. وهو ده اللي خلانا نعمل الفيديوهات عشانك، لان ناس كتيرة طلبت مننا، ناس كتيرة من اللي بيتعاملوا معانا لما بنبقى بنرشح لهم المنتجات وبنرشح لهم يجيبوا بعض المنتجات منين او نوصلها لهم ازاي، ناس كتيرة من اللي بيتعاملوا معانا طلبوا ان هم يشوفوا المنتجات دي او يشوفوا شرح عنها او شرح مبسط او تفصيلي عنها وتمام، عشان يبقوا مطمنين اكتر وحاسين بقيمة المنتج. وده الاهم، ان انت تكوني عارفة المنتج ده هيعمل معاكي ايه، او ايه الريستريكشنز او ايه الشروط ان انت تستخدمي المنتج ده، او اهم حاجة عشان تعرفي تستخدمي المنتج ده بشكل صح
ويجيب معاكي نتيجة حلوة. لان الناس كتيرة جدا من البنات بتشتكي ان انا والله استخدمت المنتج ده ودفعت فيه دم قلبي بس ما جابتش معايا اي نتيجة. طيب ليه تعملي في نفسك كده؟ لازم تتعاملي مع حد فاهم، ولازم تتعاملي مع شخص يكون امين عليكي وفاهم الامر ده كله، فاهم كل المنتجات الصح اللي هتفرق معاكي علشان ما تندميش بعد كده وخلاص ربنا ما يجيب اي ندم. شكرا ليكي، اعملي لايك واعملي سبسكرايب، اشوفك على خير الفيديو جاي، باي باي.